لاحظنا في الآونة الأخيرة بعد مرور عام على احتلال تل أبيض ورأس العين من قبل الدولة العثمانية التركية بطرق مجموعات مسلحة، والبارح كما لاحظنا أريد أن أستبق الحدث، لقد ظهرت أعلام داعش في منطقة سلوك تمديدا للرئيس الفرنسي وتصليحات الرئيس الفرنسي، فهذا دليل على أن الدولة التركية هي الدولة الداعمة والراعية للإرهاب العالمي. نحن لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الدولة التركية قد باشرت بهجماتها المتكررة على بلدة عين عيسى وضواحيها وريف تل أبيض الباقين الذي لم يحتل، نتيجة للظروف التي عمدت بها باتجاه المسلحين الذين استقطبتهم من كافة مناطق سوريا باتجاه منطقة إدلب، وبعد انسحابها من مدينة مورك وانسحاب نقاطها التي كانت متمركزة، وكان يوعد المسلحين بأن هناك عودة ولا يجوز للجيش السوري ولا القوات الروسية بأن تتقدم باتجاه الأمام. لقد لاحظنا في الأول والأخيرة وفي الأولى قد دس السم في العسل لكل السوريين منذ بداية الأزمة السورية، وهناك بناء المخيمات واستعمال ورقة النازحين للضغط على الاتحاد الأوروبي وعلى دول العالم، وكذلك استقطاب الإرهابيين. وحاليا كما لاحظنا ولاحظ العالم بأجمع أن جعل ما يسمى بالجيش الوطني إلى مرتزقة نقل بهم إلى ليبيا وإلى أذربيجان وإلى مناطق أخرى، وحاليا تنتشر بأكثر من 11 دولة الدولة العثمانية الجديدة، وهذا جندت من خلاله الإرهابيين ومن خلاله السوريين الذين أصبحوا بدلا من كانوا ثوارا أصبحوا لهم مرتزقة. فهذه العوامل التي أدت إلى توسع الدولة العثمانية وطرقها الالتوائية ووضع حصة لها في سوريا وفي ليبيا وفي أذربيجان وفي شرق البحر المتوسط، ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي داخل تركيا، فهو يريد أن يصدر مأساته الداخلية باتجاه العالم. أما ما لاحظناه على قصف على ناحية عين عيسى هو أوهام المجموعات المسلحة المنطوية تحت ذراعه بأن هناك تقدم للجيش التركي وتقدم للدولة التركية، وأن لا ننساكم وأن لا نترككم وأننا سنكون سندا لكم، ولكن هو في هذه الحالة قد باع المرتزقة وباع كل المعين. وفي مجمل كلامي في بداية الحديث قلت أن هناك رفع راية الدولة الإسلامية في سلوك ليلة البارح تمديدا بتصريحات الرئيس الفرنسي، فهو يريد أن يستعمل السوريين والأرض السورية والجيش والشعب السوري أداة مطية لتنفيذ رغباته وأجنداته الأخوانية في المنطقة وفي العالم أجمع.